السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لا كريم لو جيه بثمن جد مناسب اللي تواجدوه في لا فارماسي ديالكم او لا كليب باغا فارماسي، اللي هو كلاغين اش كي. بالنسبه لكلاغين اش كي هو كريم اكليكسيسون، كريم اكليكسيسون كريم للتفتيح ديال البشره وكذلك الازاله ديال التصبغات. تنشوفوا هذا الكريم هذا الثمن ديالو يعني مناسب للجميع، ولكن التركيبه نتاعته غنيه وغنيه جدا. التركيبه نتاعته اول حاجه فيه الهيدروكينون، والهيدروكينون تيعالج لنا علاج يعني مكثف للتصبغات. التصبغات كيف ما كان عندنا تيعالجهم لنا الهيدروكينون، ولكن هو ممنوع للسيدات الحوامل او للسيدات اللي كيرضعوا، ما خصهمش يستعملوا هذا اي كريم فيه هذه الماده هذه. فيه كذلك لافيتامين سي، وفيه كذلك الالفا هيدروكسو اسيد، فيه احماض اللي تيعملوا لنا على التقشير ديال البشره وتيعملوا لنا على ازاله ديال التصبغات. تنعرفوا لافيتامين سي يعني مزيانة بزاف للبشره، الاشراقه ديال البشره، ازاله ديال التصبغات، كذلك انه تعطينا واحد الترطيب للبشره. بالنسبه للكلاغين اشكي هي كريم ليلي تتستعمل في الليل، من الاحسن اللي كريم البنات اللي فيهم الهيدروكينون ما نستعملوهم حتى نبغيو نطفيو الضو، ما تيبغيش لنا الاشعه ديال الاضاءه نهائيا، ما تعرضوش. كاينين شي بنات اللي تيكون تيستعملوا الكريم ديال ليطاش وتيقول لك راني تنستعملوه وما تتبانش ليا شي نتيجه، اولا ديك ليطاش تتبقى هي هي. تيديروا الكريم تاعهم تيبقاو هازين التليفون اولا تيبقاو شاعلين البوله ديال البيت اولا شي حاجه، يعني هنا ما تتبانش لهم ديك نتيجه مناسبه. يعني سولوا ديما الصيدلي ديالكم اولا سولوا السيده اللي في باغا فارماسي على هذا الكريم، واش ماشي مشكله بقيتش على الضو ولا خصني نطفي الضو. هنا تعطيكم معلومه كامله بالنسبه لهذا الكريم. هذا هنا دايرين فيه واحد الحاجه انه يتستعمل دو فوا باغ جوغ الصباح والليل، ولكن لا الصباح ما تستعملوه، تستعملوه في الليل فقط. يا اما عندكم جوج ديال الحالات، الا كانت عندكم هي واحد لاطاش بوحديتها اللي بغيتو تعالجو تحطو ديريكت على ديك لاطاش، كنتو بغيتو الوجه ديالكم كامل يتفتح اللون ديالو وتعطيكم واحد ليكرالوجي ديالكم تستعملوه على الوجه ديالكم كامل، ولكن نستعملوه في الليل بعد التنظيف ديال الوجه، نستعملوا الكريم تاعتنا. وفي الصباح ضروري من الجيل منظف اللي نظفوا وجهنا مزيان، منظف اللي نظفوا وجهنا مزيان، ومن بعد التنظيف ديال الوجه ديالنا ضروري من استعمال الواقي الشمسي. الواقي الشمسي ماشي ضروري تقولي انا ما بغيتش نخرج انا قصايه في الدار بلا ما نستعملو، لا، اي سيده تستعمل كريم ديال ليطاش ديال الليل الصباح خصها كي تفيق في الروتين ديالها تغسل وجهها والترطيب ترطب وجهها مزيان، حيت هاد لي كريم هادو تينشفوا لنا البشره سيرتو اللي تيكونوا فيهم هكا مقشرات بحال الهيدروكينون وبحال الفا هيدروكسو اسيد، واللي تيكون فيهم لاكتيك اسيد لاسكوربيك اسيد، اللي تيكونوا فيهم هكا مقشرات ديال الاحماض ديال الفواكه، هنا تيقوموا لنا تيديروا لنا واحد الجفاف ديال البشره. ضروري من الترطيب وضروري من الواقي الشمسي. بالنسبه الكلاغين كيف قلت لكم تستعملوها مره واحده في الليل، العلاج ديالها تمشي حتى ل 3 شهور، يعني تحصلوا على النتيجه اللي راكم باغيين. حصلتوا على النتيجه قل من 3 شهور تقدروا تقطعوها ماشي مشكل، يعني تقطعوها ولا بدو تقطعوها قطعوها بتدريجيا، ما تجيوش وتقطعوها مره واحده. هو الا قطعتوا الكريم ديالكم خصكم تحافظوا على الوجه ديالكم المنظف الصباح وبالليل، ما نخليوش الوجه ديالنا فيه ماكياج وما نخرجوش نهائيا للشمس بدون واقي شمسي. هذه ما خصكمش ديرها، وكذلك حراره ديال المطبخ ما ضروري يعني من لي زيكرو اللي تتكون فيهم ديك الوقايه من لا لوميير من الضوء المرئي ولا فكاغوج، ومن دوك لي زيكرو حاولوا تختاروا لي زيكرو اللي تيكون فيهم ديك الحمايه ثلاثيه ولا الحمايه رباعيه، دوك لي زيكرو تتكونوا يعني تيكونوا فيهم واحد الحمايه اللي قويه واللي تتهنيكم من جميع الاشعه المضره بالبشره ديالنا. تنعرفوا ان التصبغات راه تيجيو لنا من التعرض للاشعه والحراره، تيطرموا لنا التصبغات في الوجه ديالنا. قلب لكم كاميرا باش تشوفوها على القرب. بالنسبه للكلاغين كيف تتشوفوا ان غني لنا بلا فيتامين سي، لا فيتامين او كذلك، والالفا هيدروكسو اسيد والهيدروكينون كذلك. التركيبه ديالها غني لنا بمقشرات باحماض ديال بلاكتيك اسيد لاسكوربيك اسيد ولا سيتريك اسيد، وتتشوفوا هنا الهيدروكينون كذلك، يعني هذه تركيبه غنيه اللي تساعدنا على ازاله ديال ليطاش والتصبغات
والثمن ديالها راه جد مناسب. هذا الثمن ديال لا فارماسي 95 درهم، يعني تلقاوها قل من هذا الثمن. هذا هي سواء كي تشوفوا كريم اكليرسيسون وسواء اونتي اج او لي طاش بغين، يعني تقومنا بالعلاج ديال التصبغات وكذلك انها للتجاعيد ديال الوجه حيت فيها لا فيتامين او، وكذلك انها كريم التفتيح ديال البشره. يعني حتى السيدات اللي اللون ديال البشره ديالهم ما موحدش ليهم اللون ديالو، كيقول لك ان الوجه ديالي ما فيهش واحد الاشراقه وما فيهش واحد ليكلا، ما عندك كاع التصبغات، هي الوجه ديالك دستي من شي فتره ديال 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 خرجتي بالشمس بزاف، والوجه ديالك اللون تغلق ديالو، اولا عندك شي مناسبه وبغيتي اللون ديال وجهك تجي فيه واحد الاشراقه ويرجع ليه واحد النور في الوجه ديالك، يعني تقدري تستعمليها. هي كريم اكليرسيسون، كريم للتفتيح ديال اللون ديال البشره. يعني تنشوفوا كريم اكليرسيسون تنقدروا نستعملوها على الوجه كامل، هي خص ما تكونش عندك حساسيه من الهيدروكينون وما تكونش عندك حساسيه من هذه المقشرات ديال احماض الفواكه، حيت تيحتوي هذا على مقشرات ديال احماض الفواكه، وتعملي بهاد النصائح اللي عطيتك، انك تستعمليه حتى تبغي تطفي الضو وفي الصباح تغسلي وجهك وديري مرطب على الوجه ديالك، عاد ديري الواقي الشمسي ضروري، يعني كي كنتي خارجه في الشمس وكيف كنتي جالسه في الدار استعمليه. وهنا كيف تتشوفوا راه دايرين لكم هنا تشوفوا معايا الكونسي ديوتيليزاسيون راه دايرين لكم شوفوا هانتوما قال لك تستعملوها هي لا نوي على الوجه كامل، ولكن اون بو لابليكي دو فوا باغ جور ماتان اي سوار، ولكن انا اون بو لابليكي يعني نقدروا نستعملوها جوج ديال المرات في النهار، ولكن انا ما تنصحكمش تستعملوها في الصباح، حيت في الصباح راه غادي تعرضوا للاشعه وهذا، واخا ديروها وديروا فوقها الواقي الشمسي، ولكن لا من الاحسن تخليوها هي في الليل حتى تبغيو تطفيو الضوء ديالكم. نصيحه اخرى عاوتاني عطوها لكم، قال لك في حاله ما الا استعملتي هذا لاكريم هذا ودرتو على الوجه ديالكم كامل وحسيتو بالوجه ديالكم حمار وبدا تيحكم ولا طلعت ليه الحموريه بزاف خصكم توقفوه، هذا تيعني على ان البشره ديالكم راه ما وافقهاش الكريم حيت فيه مكونات اللي قويه بزاف. وتاني نصيحه اخرى، النهار اللي تكونوا جايين من الحمام ما تستعملوش هذا الكريم نهائيا، ما ديروش فاش تكونوا جايين من الحمام ما ديروش، والنهار اللي تكونوا دايرين لاصاغ لوجهكم يعني دايرين ليبيلاسيون محيدين الزغب من وجهكم ما ديروش هذا الكريم نهائيا، حيت البشره تتكون متهيجه ديك الساعه ما خصناش نديروه. يعني نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم لا فيديو خليو ليا جيم وخليو ليا تعليق، وان شاء الله غادي نعاود نحط لكم فيديوهات هاد الايامات على لي زيكرون والانواع ديال البشرات واشنو تستعملوا لكل بشره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.